السلام عليكم وأهلا بكم يا جماعة في مراجعتنا السريعة. يعني النهاردة معانا حاجة بسيطة قوي، مش هتاخد مننا وقت خالص، حاجة جميلة، وهي برضو بداية هي من منتجات موقع أوك. هي السماعة البلوتوث الصغيرة ديت. السماعة دي يعني جميلة قوي وفيها حوار لذيذ يعني، وفيها استخدامات أو فيها حاجات كتير. طيب تعالوا نفتح ونشوف حوار الايه السماعة البلوتوث. ادي السماعة وده الكابل بتاع الشحن USB عادي، بس هو ده المدخل بتاعها. تمام، وده المانوال يوزر كتالوج بيوضح فيها حاجات كتير، وعايز اقول لكم انا استفدت منه كتير جدا لما قريته. ودي مشكلتنا ان احنا احيانا بنعتمد على ذكائنا وفطرتنا في ان احنا نقدر نستخدم الجهاز من غير ما نقرا طريقة الاستخدام او ارشادات الاستخدام بتاعته. طيب بداية نيجي للشحن بتاع السماعة دي. الشحن بتاع السماعة دي تقدر تشحنها لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، من 5 لـ10 دقايق بتوصل للفل، يعني فول باتري خلاص بتلاقيها اتشحنت شحن كامل. طيب من 5 لـ10 دقايق شحن، يا ترى بطاريتها ديت بتكفيني شغل قد ايه؟ هي ستاند باي بتقعد معاك ممكن من 5 لـ6 ساعات، ستاند باي ممكن تقعد معاك او ممكن ازيد، يعني نقدر نقول من 5 لـ8 مثلا او من 5 لـ7 ساعات تفضل معاك ستاند باي، يعني جاهزه ان انت ترد على مكالمه او اي حاجه. طيب في استخدام الميوزك بتقدر تستخدمها لمده ساعتين متواصل، يعني لمده ساعتين متواصل هي تفضل شغاله بتسمع فيها موسيقى او بتسمع فيها فيديوهات على اليوتيوب او اي حاجه. تمام، فهي بتعتبر كويسة مقارنة بسعرها لأن هي ما هياش براند معروف أو حاجة زي كده. دي حاجة بالنسبة يعني للرد على المكالمات فيها. في حاجة لذيذة أوي، أول ما بيجي لك مكالمة بتقدر ترد أولا بيها على المكالمة من خلال الضغط على الزرار دوت، ضغطة واحدة كده هو، فبتفتح لك المكالمة وتقدر ترد عليها. برضه نفس الزرار بضغطه واحده كده هو لو دوست عليه وهو حتى جوالك مقفول او التليفون بتاعك مقفول بيقدر يعيد اخر رقم موجود عندك او اتصلت عليه، بيقوم متصل لك عليه مره تانية بضغطه واحده. في حاجه برضه لما بيجي لك مكالمه السماعه ديت بيقول لك الارقام او بيقرا لك الارقام بتاعه الرقم اللي متصل عليك، يعني يقول لك 0502789 6 3، يفضل يقول لك الارقام دي. في حاجه ان انت ممكن تبص تلاقيها اللغه بتاعتها صيني، اللغه بتاعتها اللي بتتكلم صيني، هي فيها لغتين او مدعومه بلغتين، الصيني ومدعومه برضو باللغه الانجليزيه. طيب ازاي اقدر احولها من الصيني للانجليزيه؟ لان هي بالفعل هي كانت متبرمجه او لما جيت استخدمها لقيتها بينطق الحروف بلغه طبعا صيني انا ما عرفتهاش اصلا اللغه. طيب ازاي اقدر احولها الى الانجليزي عشان اقدر اسمع لو التليفون بعيد عني وجات لي مكالمه اقدر اسمع الارقام او يقول لي او واحده هي اللي بتقول لي الارقام اللي بتتصل 0 5 6 4 8 9 كده، بس طبعا بتقولها ان انجلش. طيب طريقه تحويل اللغه من الصينيه للانجليزيه بالضغط على الزرار دوت لمدة 4 ثواني لغاية لما هيظهر لك هنا في فتحة هنا صغيرة. طيب معلش نعيد تاني، بالضغط على الزرار اللي فيها الوحيد دوت من 4 وهي مقفولة من لغاية 4 ثواني، 1 2 3 4 بيظهر لك هنا هوت فلاش لايت نور كده هوت أزرق وأحمر. تمام، بعد الـ4 ثواني دولت وظهر النور الازرق والاحمر شلت صباعي وبرجع اقوم اضغط عليها ضغطتين 1 2 كده هو ضغطتين سريعه. في الحاله دي هي اتحولت اللغه بتاعتها من الصيني للانجليزيه،
والعكس يعني اللي لغته صينية او اللي حابب ان هو يتعامل باللغة الصينية ضغط 4 مرات عليها، او عفوا 4 ثواني، 1 2 3 4، لغاية لما يشوف هنا فلاش لايت كده بالنور الاحمر والازرق، وبعدين يقوم ضغط ضغطتين سرعة، 1 2، يقوم تتحول اللغة بتاعتها. طيب المدى بتاعها بقى، طبعا هي فيها بطارية حوالي 50 ملي امبير. طبعا هي لو 50 ملي امبير حقيقية كانت تقعد فترة اطول من كده مع الاستخدام بتاعه، ولكن هم كاتبين حاجات مبالغ فيها الى حد ما. فطيب نيجي نشوف المدى بتاع السماعة ديت، يعني تقدر اسيب تليفوني وابعد عنه كام متر؟ هو المفروض 10 متر، بس هي طبعا يعني ما بتوصلش ممكن للمدى دوت بشكل مظبوط، يعني ممكن 6 متر 7 متر كده يعني، او يعني تقريبا يعني 5 6 متر، 5 او 6 7، خلينا نقول 7 متر يعني المدى بتاعها. تمام. وفي حاجة برضو، أنا ممكن لما باجي أرد على المكالمة بضغط ضغطة واحدة بيفتح لي المكالمة اللي جات لي، أو ممكن لو ضغطة برضو واحدة بيرجع يتصل لي على الرقم، آخر رقم موجود أنا اتصلت عليه. طيب لو عايز أكنسل بعمل إيه؟ بدوس على الزرار دوت ضغطة طويلة، يعني لو جات لي مكالمة وأنا ضغطت عليه ضغطة طويلة بيكنسل على الرقم اللي متصل عليا. اعتقد بيكون كده احنا قلنا كل الحاجة متعلقة بالسماعة ديت، فهي لذيذة سهلة في الاستخدام، ما بتصعبش عليك العملية وما بتسترخمهاش في ان هي تكون معاك، لذيذة قوي في حتة ان انت تكون يعني مشغول او بايديك بتعمل حاجة، بتسوق والسماعة موجودة في ودانك بتسمع حاجة، وليكن حاجة مفيدة، ميوزك زي ما انت عايز، ايا كان. المدى بتاعها زي ما قلنا حوالي من 5 ل 7 متر، الشحن بتاعها في حدود 7 دقايق او 5 دقايق بيشحنها لك فل كامل، تقعد معاك شغالة ميوزك مثلا لمدة ساعتين دايركت مباشر متواصل، ولو ستاند باي جاهزة بس لاستقبال المكالمات لمدة من 5 ل 6 ساعات تقريبا. وبكده بيكون خلصنا حلقتنا النهاردة. متنسوش يا جماعة لو عجبكم الفيديو يعني اللايك، تمام، واللي ما اشتركش لغاية دلوقتي يشترك، لان ان شاء الله في مراجعات كتيرة وهنعمل مراجعات تانية لمنتجات تانية. تمام، فانتظرونا، وياريت تشغل الجرس اللي موجود عندك في جنب علامة الاشتراك او السبسكرايب، هتلاقي فيه علامة الجرس، لو دوست عليه بيخليك انت بيجيلك تنبيه مجرد ما بننزل اي فيديو جديد. وبكده بيكون خلصنا حلقتنا النهاردة وفيديو النهاردة. اللايك والشير بقى والحاجات اللي متنسوناش، ماشي، اللي عجبه الفيديو واللي عايز يبعته لحد يستفيد من المعلومات ديت. شكرا ليكو، ومنتظر تعليقاتكو اللي عنده اي استفسار، لان انا بصراحة مفكرتش اعمل عليها مراجعة غير لما جاني تعليق وناس طلبت اني بالفعل اعمل مراجعة على السماعة البلوتوث ديت. وان شاء الله انا هو بالتحديد يعني هبعت له اقول له ان خلاص الفيديو جاهز، وهبعت له اللينك بتاعه. شكرا ليكم، السلام عليكم.